خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده. سمو وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني ويتابع سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمشعر منى. وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية ويؤكد خلو موسم الحج من الأمراض. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق بانسيابية وطمأنينة. مشاهدينا الكرام، من قناة السعودية نقدم لحضراتكم مصرة الظهيرة لهذا اليوم، أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا. وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أمس وقف على استعدادات وتجهيزات قيادة قوات الدفاع المدني بمشعر منى، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط المعدة مسبقا للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام. واجتمع سمو وزير الداخلية خلال الجولة بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام. كما اطلع سموه خلال الاجتماع على موجز لإحصاءات الدفاع المدني والعمل التطوعي، وكان سمو وزير الداخلية قد افتتح خلال جولته التفقدية مقر قيادة قوات الدفاع المدني بمشعر منى، كما اطلع على تجهيزات المقر والذي وفر فيه كل ما يلزم لأداء مهام الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، والذي روعي في تصميمه طبيعة البيئة في منطقة المشاعر وبما يدعم الجوانب الوظيفية من الداخل ويتماشى في تصاميمه الخارجية مع خصائص المشاعر المقدسة. كما تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا تابع سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء أمس للمركز. في بداية الزيارة التقى سموه بعدد من المصابين وذوي شهداء المواجهات الأمنية من رجال الأمن الذين قدموا للحج ضمن برنامج ضيوف الأمن العام، حيث أكد لهم سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على الاهتمام بمساندة أسر شهداء الواجب والمصابين. بعد ذلك اطلع سمو وزير الداخلية على مهام أقسام المركز وأدواره، واجتمع إثر ذلك بقيادات أمن الحج. كما استقبل سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد العيسى وأعضاء جمعية الكشافة وعددا من منسوبيها. وأجريت خلال مراسم الاستقبال مراسم تقليد سمو وزير الداخلية للقلادة الكشفية الذهبية لجمعية الكشافة التي تعد أعلى وسام كشفي في المملكة، ويتم تقديمها لأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي نظير دعمهم للعمل الكشفي في المملكة. ونوه سمو وزير الداخلية عقب التقليد بالأعمال التطوعية الرائدة التي تقدمها جمعية الكشافة السعودية من خلال منسوبها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. كما تقلد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني خلال الاستقبال تقلد القلادة الكشفية الذهبية لجمعية الكشافة. حضر الاستقبال ومراسم التقليد عددا من كبار المسؤولين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا
رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على التوجيهات والخطط التي أشرفوا عليها وما قدمته المملكة لضيوف الرحمن من خدمات جليلة. واستعرض سموه في الكلمة التي ألقاها في بداية المؤتمر الصحفي الختامي لحج 39,400 هجرة الذي عقد اليوم بمقر الإمارة بميناء، استعرض أبرز الجهود المبذولة خلال حج هذا العام. أن إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية في حج هذا العام بلغت أكثر من 250,000 شخص. وأود أن أقارن لكم مقارنة بين عدد المخالفين للحج قبل 5 سنوات وعدد المخالفين للحج في هذا العام. ففي عام 1433 أي قبل 5 سنوات من اليوم كان عدد الذين حجوا بدون تصريح 1,400,000 حاج. في هذا العام لم يتجاوز العدد 110,000 شخص فقط. في هذا العام نقل قطار المشاعر 360,000 حاج، وسيتم نقل أكثر من 1,800,000 حاج بواسطة 18,000 حافلة مجهزة لهذا الغرض إن شاء الله غير قطار المشاعر. شارك في حج هذا العام أكثر من 32,000 طبيب وممارس صحي. بلغت الطاقة السريرية في مكة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 5,000 سرير في المستشفيات. تم تجهيز 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر وأخرى في المدن القريبة من مكة. تم تجهيز 135 مركز صحي و106 فرق طبية ميدانية. أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع نجاح خطط الحج الصحية وخلو موسم الحج لهذا العام من الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة العامة. يسرني الإعلان عن خلو حج هذا العام 1439 من الأوبئة والأحداث ذات الأثر على الصحة العامة ونجاح خطط الحج الصحية ولله الحمد. وفي الختام نشكر الله تعالى على ما من به على الحجاج من صحة وطمأنينة، ونثمن بكل العرفان الدعم اللامحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لوزارة الصحة ومنسوبيها ولكافة قطاعات الدولة العاملة في الحج. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين. أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لإنجاح موسم الحج لهذا العام وما وفرته من إمكانيات لضمان الأمان والراحة والإطمئنان لحجاج بيت الله الحرام. معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن بالغ الامتنان والاعتزاز بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن من أبناء الأمة الإسلامية لأداء فريضتهم المقدسة في أجواء إيمانية مطمئنة وبكل يسر وسهولة وأمان. إلى ذلك واصل أكثر من مليوني حاج اليوم الخميس أداء مناسكهم في ثاني أيام التشريق في مشعر منى، حيث قاموا برمي الجمرة الصغرى في الوسطى ثم جمرة العقبة تواليا قبل أن يتوجه الحجاج المتعجلون إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع. وقد استوعبت منشأة الجمرات ضيوف الرحمن دون تزاحم يذكر، إذ خصصت مسارات متعددة وفق خطة محكمة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات بما يضمن إتمام الرمي بكل يسر وسهولة. ضمن مشاركتها في موسم حج هذا العام، عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمر مفهوم الرحمة والسعة في الإسلام بمشاركة ضيوف الرابطة من العلماء والمفكرين.
أنشطة العالم الإسلامي ضمن موسمها العلمي في موسم الحج بمشعر منى مؤتمرها السنوي بعنوان مفهوم الرحمة والسعة في الإسلام، وذلك يوم الأربعاء 11 من ذو الحجة من عام 1439 بمشاركة 500 عالم ومفكر من كبار الشخصيات الإسلامية الذين استضافتهم الرابطة لحج هذا العام من 76 دولة. طبعا هذا المؤتمر هو مؤتمر عالمي جمع نخبة متميزة من علماء ومفكري العالم الإسلامي، جاء ليسلط الضوء على معاني الرحمة والسعة في الإسلام من خلال النماذج من نصوص الكتاب والسنة ومن السيرة النبوية المطهرة. كان هناك حقيقة عرض مهم ولا بد أن يكون واضحا في التطبيق العملي. جاء تسليط الضوء في هذه الجزئية الأخيرة على ضرورة ردم هو بين النظرية والتطبيق. هذا الحقيقة المؤتمر كان باقتراح العديد من الفعاليات الإسلامية المنضوية تحت رابطة العالم الإسلامي. ويهدف هذا المؤتمر إلى بث الوعي في وجدان الأمة وتفعيل الحلول للمشكلات التي تواجهها في إطار علمي وفكري واع ومسؤول، مضيفا أن المؤتمر يناقش محورين مهمين وهما الرحمة والسعة معان ومعالم، والرحمة والسعة شواهد وآثار. صالح العمري، المشاعر المقدسة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القناة السعودية تضع المشاهد في قلب الحدث بتغطية متميزة لموسم الحج. أهلا بكم. القناة السعودية توثق رحلة الحجيج خطوة بخطوة وتجسد الصورة من كل الزوايا في خطوة بل في تغطية مميزة لتضع المشاهد في قلب هذا الحدث الأهم والأكبر عالميا. المزيد في سياق التقرير التالي. إلى كل العالم نقلت القناة السعودية شعائر الحج بأحدث التقنيات التلفزيونية بعد أن جهزت أكثر من 150 كاميرا ومجموعة كبيرة من عربات النقل والاستديوهات ووحدات المونتاج لتنقل الصورة من كل الزوايا وتوثق رحلة الحجيج خطوة بخطوة. اعتمدت خطة القناة السعودية في تغطيتها في حج هذا العام على ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الأولى منذ وصول الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال إنتاج تقارير إخبارية ومشاركة المراسلين عبر الأقمار في نشرات الأخبار والبرامج. المرحلة الثانية بدأت من المشاعر وذلك للوقوف على استعدادات جميع القطاعات المشاركة في حج هذا العام. أنتجنا خلالها مجموعة من البرامج من الميدان. بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأهم واللي بدأت من يوم التروية ذو الحجة من خلال بث مباشر مشترك لجميع قنوات التلفزيون السعودي. أكثر من 100 ساعة تلفزيونية قدمتها كوادر سعودية شابة تعمل بكل احترافية تحت مظلة هيئة الإذاعة والتلفزيون ليكون المشاهد في قلب الحدث على مدار الساعة. لدينا أيضا ما يقارب 30 مراسل ميداني من مواقع مختلفة لرصد الحدث. استضفنا أكثر من 120 ضيف عبر الهواء حتى الآن. أنتجنا ما يقارب 60 تقرير إخباري وما زالت التغطية مستمرة. الجدير بالذكر أن من يقف خلف هذه التغطية هم مجموعة من شباب الوطن الذين تميزوا وتشرفوا بنقل هذا الحدث الأهم والأكبر على مستوى العالم، فشكرا لهم. صورة مباشرة من المشاعر المقدسة واكبت وفود الرحمن شعائرهم لتكون عين المشاهد على موسم حج مميز. للقناة السعودية سلمان العلي. ردا على ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، أصدر معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح اليوم بيانا ينفي فيه هذه التقارير واصفا إياها بغير الصحيحة.
وذكر الفالح أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة، مشيرا إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ العملية، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أخبار الطقس والأحوال الجوية ومع الزميل عقيل العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. بإذن الله تعالى تتوقع الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة أن تكون درجات الحرارة العظمى في مشعر منى 41 درجة مئوية وصورة 31 مع اتجاه رياح شمالية غربية ونسبة الرطوبة 60%، وأقل نسبة متوقعة هي بحدود 25%. في مكة المكرمة متوقع أن تكون درجات الحرارة 41 درجة مئوية والصورة فجرا 31 درجة مئوية، الرياح تكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة فيها مكة المكرمة كمدينة، وكذلك على الطرق السريعة الرابطة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومكة المكرمة محافظة جدة، الرياح نشطة كذلك على الطريق الساحلي الرابط ما بين مكة المكرمة حتى محافظة ينبع، لذلك نلفت الانتباه. في المدينة المنورة الصورة فجرا 34 درجة مئوية، 42 في العاصمة الرياض والصورة فجرا 27 درجة مئوية. في الدمام نتوقع أن تكون درجات الحرارة كعظمى 44 درجة مئوية والصورة 29، ورائدة 42 26، وفي حائل 40 25 درجة مئوية، في سكاكا 41 وفي عرارة 42. في تبوك 37 درجة الحرارة المتوقعة وصورة فجرا 23 درجة مئوية، محافظة جدة 37 29 درجة الحرارة، وأجواء لطيفة على المرتفعات كالعادة مع السحب الركامية متواجدة فيما بعد الظهيرة و 19 درجة مئوية في أبها، في جازان 32، وتظهر السحب الركامية الرعدية قد تسبق بنشاط في الرياح السطحية على السواحل، وفي جازان نجران 39 درجة الحرارة مع 24 درجة مئوية كصغرى. هذا كل ما في النشرة الجوية مشاهدينا الكرام، شكرا لكم في أمر الله ورعايته. كما بدأنا نختم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده. سمو وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني ويتابع سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمشعر منى. وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية ويؤكد خلو موسم الحج من الأمراض. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق بانسيابية وطمأنينة. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة، مني ومن كافة الزملاء الأخبار كل الشكر لكريم المتابعة، في أمان الله.